سيدي ابن عياض بيحكي قصة بتقول اتعلمها من صبي، علمته الصبر. القصة البسيطة قوي دي، يعني بيقول وانا رايح اصلي لقيت طفل صغير بيتسمع، يعني في البيت كده طفل صغير بيتخانق مع امه، فامه بتطرده بره البيت. فبيمشي الطفل وبيقعد يلف يمين وشمال وبتاع، وبيرجع على الباب وبيحط راسه على الباب كده ويقعد يبكي ويصبر كتير. فالام بتفتح الباب فبتلاقي الطفل، فبيصعب عليها جدا وبتاخده في حضنها وتقول له ما انا قلت لك من الاول، وتقعد تانب فيه شويه بتاع وتدخله. فيقول لما تاملت القصه فكرت في القصه لقيت ان طبعا لو صبرنا على ترك باب ربنا سبحانه وتعالى، وتعلمت الصبر، وتعلمت ان انت ترجع لربنا سبحانه، طبعا هو لله المثل الاعلى في كل شيء، يعني ترجع لربنا سبحانه وتعالى، شوف البيبان هتتفتح لك ازاي. فهي قصة بسيطة بس فيها يعني معنى، يعني ان صدقت القصة بس هو المعنى فيها جميل. يعني سواء القصة دي يعني حصلت او حصلتش، بس هي المعنى فيها فعلا معنى جميل جدا، ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني عايزك وانت بتخبط على بابه وما تيأس وما تتعبش، وربنا رحمته وسعت كل شيء. وخلي دايما مفتاح تعاملك مع الله سبحانه وتعالى يعني مفتاح الحب مش مفتاح الخوف. انت لما تدرك بس معنى بسيط ان ربنا سبحانه وتعالى حطينا في الحياة دي رحمة واحدة، رحمة واحدة، كل اللي بيحصل ده فيه رحمة واحدة، وربنا فيه 99 رحمة، خليك تشتاق للقاء ربنا، ما تخافش من لقاء ربنا وتبقى في حالة خوف وهلع ورعب يعني يمكن الكلام فيه وعظ شوية، بس الباب ده باب ربنا سبحانه وتعالى، خلي عندك صبر فيه، خلي عندك يقين ان ربنا كتب على نفسه الرحمة، يعني الاساس الرحمة، عشان احنا لو بنتحاسب بالعدل هيبقى حسابنا صعب، لكن احنا عشان ثقتنا في ربنا كبيرة ان الرحمة هي اساس كل شيء، واساس التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، واساس الحياة، ان ربنا يعني لما تدرك بس تأمل بس لحظة واحدة 99 رحمة، وفي رحمة في الارض، الرحمة دي طبعا الامثلة دي كلها احنا عارفينها وحافظينها وعارفين نص الكلام ونص الحديث اللي اتذكر او الكلام اللي اتذكر ده عارفينه وحافظينه صم، بس لما تدركه بفعل بيبقى الوضع مختلف، انك فعلا تبقى عندك ثقة كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى، ما تبقاش يائس في احداث بتحصل حواليك، وكل ما تتخبط خبطة تقع كده وتبقى هش، لا خليك يعني عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. يعني بص واحد زي الفضيل ابن عياض يأثر فيه عشان ما الامور ما بتعديش عليه كده يعني عبثا، لا الموضوع برضو في تأمل وفي فكر، مش مجرد حدث، يعني طفل صغير امه بتطرده مش عارف ايه بيحصل ايه بيسوي ايه، ممكن يعدي على الناس عادي، يعدي على اي حد، لكن هو خد الفكرة، شوف صبر الطفل يروح يصبر، شوف امه تعامله ازاي. فطبعا لله المثل الاعلى، خلي عندك دايما يقين ان ربنا سبحانه وتعالى كل البيبان المقفولة طول ما انت بتسعى وبتحاول وتعمل ربنا هيفتح لك، والباب اللي ما بتفتحش تأكد ان في خير ليك انه ما يتفتحش دلوقتي. ما تعتقدش ان الله سبحانه وتعالى يعني فضل كذا عن كذا وادى لكذا وما اداش كذا، لا ابواب الرزق دي كتير جدا اكتر مما تتخيل، والكلام ده معروف، يعني كل الكلام اللي انا بقوله من اول ما بدأت لحد ما هخلص تقريبا كلنا عارفينه، بس يعني نذكر بعض، نفكر بعض. الرزق مش بس زي ما بنقول، مش بس مادة، مش بس فلوس، مش بس مش عارف جاه، مش بس، لا الرزق ده في حاجات ملهاش أول من الآخر، في راحة البال دي رزق، في إن ربنا يرزقك بطفل صغير ده رزق، في إن ربنا يرزقك ببيت، أصلا في ناس ما عندهاش بيت، في ناس ما عندهاش، بس إحنا عشان ما بنشوفش متخيلين إن الحاجات دي مش موجودة، إن ربنا يرزقك أسرة ده رزق، ان ربنا يرزقك اصلا في حته محدش بياخد باله منها معناها رزق، يعني كل اللي فات ده كوم، وهي لوحدها القصه دي كوم لوحدها، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حته ان انت تاخد بالك انك تمشي في الطريق ده رزق، انك تاخد بالك من الحته دي رزق، انك تاخد بالك انك تتامل في حالك وانك تراقب نفسك ده رزق كبير جدا، ورزق كبير جدا يعني هيبقى تمن وبعدين اغلى كتير من اللي احنا عايشين فيه ده، انك تاخد بالك انك تمشي في اختار الطريق ده، ما في غيرك ماشي في طريق ضلال،
انت ماشي في طريق ومش عارف يرجع، هو نفسه يرجع ومش عارف يرجع، خلاص سرقته الحياة وسرقته السراقة وسرقته عجلة الدنيا وسرقته وممكن يكون هو نفسه يرجع، نفسه يعمل، نفسه يرجع ويعيش الحياة البسيطة اللي انت مش راضي عنها دي، هو ممكن يكون كده، بس احنا بناخدش بالنا من الحاجات دي. فهو رزق كبير جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يختارك تمشي في السكة دي، يختارك ان انت تتأمل، يختارك ان انت تبدأ كل ما تعمل حاجة وتبقى رقيب كده على نفسك، كل ما تعمل حاجة تقعد تعيد حساباتك مع نفسك وتراجع نفسك وتشوف انا كنت فين وده صح ولا غلط، وتعمل مراجعات لنفسك. ده رزق كبير جدا. فالرزق مش بس فلوس ومش بس الحاجات اللي احنا واخدينها انك امالك مش عارف ايه وبتاع، يمكن هي دي مش دعوة لان انت ما تبقاش عندك تمتلك ولا يبقاش عندك مش عارف ايه، لا ده بالعكس، ده على قد لو بقى عندك، ما ده حاجه نعمه من ربنا برضه، ما ده نعمه من النعم دي، استمتع بيها، استمتع بيها في الحدود اللي ربنا يعني هيئها لك والحدود اللي ربنا قال لك عليها. ما دي مش دعوه ان انت يعني خلاص، لا انا دول الناس اللي عندهم دول هم الوحشين واحنا اللي ما عندهمش هم الحلو، لا ما هيش كده. ممكن تلاقي واحد ما عندوش وفقير وناقم ومش راضي وبتاع، واللي عنده راضي وبيحمد ربنا على اللي هو فيه وعارف النعمة دي بقى أفضل منه عشرات المرات. فهي بتتقاس كده، بتتقاس إن أنت في نعم وإنك تطور وتحسن من حالك وعايز تبقى أحسن، دي مش ده شيء متاح، بس وأنت ماشي بتعمل كده ما تدوس على البشرية اللي حولك، ما تبقاش شايف دايما إن الآخرين دول مش عارف انا اللي عندي وانا اللي اسوي، فالاخرين دول مش موجودين وما لهمش اي قيمه وبتاع، لا كل واحد ربنا خلقه وربنا ادرى بحال كل واحد وخلقه وعارف ده لو بقى عنده ده هيعمل ايه، وده لو مبقاش عنده ده هيعمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى ادرى بخلقه. فانت يا ريت نبطل احكام على الاخرين، نبطل حكم على بعض، وما نبقاش قضاه كده، وده مين عنده ايه ومين سوى ايه ومين يعمل ايه ومين، عشان دي مش قضيتنا ودي مش قصتنا. وانت قصتك مشكلة، انت قصتك اصلا لو ركزت فيها يعني دون مبالغة عايزة فعلا، عايزة عمر وعمر وعمر، عايزة اعمار على عمرك عشان تركز فيها نفسك، ان انت تصلح من حالك وتصلح من نفسك وان انت مركز مع نفسك. يعني والله عايزة وقت فعلا، مش قسم كده هباء، لا عايزة وقت فعلا انك تبقى مركز مع حالك ومش شغلك خالص الاخر ده ربنا يرزقه عنده ما عندوش، ده راح ده جه، كل واحد هيتسأل على كل كبيره وصغيره. فخلي عندك الحته دي، انت بقى مشغول بحالك مشغول بنفسك ودايما شغلك بس انا فين، انا الدنيا معايا رايحه فين جايه منين، انا اللي انا فيه ده كويس، انا بحاسب نفسي. امال احنا حافظين صم اللي بيقوله سيدنا عمر، حاسبوا انفسكم كده واعمل حساب لنفسك واعمل حاسب نفسك كل يوم. احنا حافظين صم اللي قاله سيدنا عمر، وحافظين صم اللي قاله سيدنا علي، وحافظين صم اللي قاله النبي، وحافظين كل ده، حافظين صم اتطبق بقى. هو اللي هو الدين كلام وشعارات وحاجات، ولما تيجي طبق الاول، ابدا حتى على نفسك ان انت ابدا اعمل، يعني شوف نفسك كده، راقب كده، راقب نفسك، ان الموضوع قصير اكثر مما نتخيل، في غمضه عين بتخلص كل حاجه وتخلص الحكايه وتخلص القصه كلها وتروح تسير على كل ده ابد خلود. الامام الغزالي رحمه الله عليه، هذا الرجل العلامه حجه الاسلام يعني كما قيل عنه، في كتابه العظيم 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 احياء علوم الدين، كتاب ده يعني يفرق معاك جدا، يعني رغم ما فيه يمكن نقطة ضعف في أحاديث ضعيفة، بس مش دي يعني مش دي قصتنا دلوقتي، بس فيه معاني كتير وفيه تفاصيل كتير. يقول لك إيه بقى؟ يقول لك يعني عجبا فيما معنى الكلام، يعني عجبا للإنسان وحمقه إن هو يشتري فترة أيا كانت 60 70 80 100 120 يشتريها ويبيع خلود. اما تتخيل انت ربنا اداك العقل ده وميزك عن كل الكائنات بالعقل، لا شغل بقى العقل ده وقول الخلود ده بقى، الخلود عارف يعني ايه الخلود؟ البقاء بلا نهايه. ما يستحقش ان انا ابقى شايف اللي انا شويه الصغيرين دول ما بقاش يعني مش مستاهلين ان انا اكل حق ده وعادي ده
واظلم ده واغتاب ده واضيع عمري كله في اللا شيء وفي قعدات ملهاش لازمه وكلام ملوش لازمه وتفاصيل ملهاش لازمه، وفي الاخر خالص ده هروح للخلود. انت متخيل الخلود ده يعني بلا نهايه؟ انا اوقات كتيره جدا بيشغلني كتير قوي فعلا لما بيبقى حد لسه متوفي، بيشغلني كتير قوي لما هيروح لربنا هيشوف ايه وهيقول ايه وهيسوي ايه. وزي ما احنا قلنا في اول الكلام خالص، قلنا خلي دايما عندك احساس ان الرحمه، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وربنا كتب على نفسه الرحمه، خلاها دي الاساس للكلام. بس انا بيشغلني يا ترى هو لو هو هناك بيقول انا لو هرجع، يعني لو في فرصه ارجع هعمل ايه؟ اعتقد ان اكتر حاجه هتبقى شغلاه ان انا هرجع عايز ساعه، بس ساعه عايز دي ارجع اعمل فيها خير، اضيف لي رصيدي هناك في الخير. الكلام ده تقريبا الواحد قاله قبل كده يعني في فيديوهات، بس ما نقوله تاني، مش اجرى حاجه يعني. ارجع بس شويه اعمل عمل خير، ارجع بس يعني. شوف بقى دي نعمه، شوف احنا كنا بنتكلم في الاول عن النعم، دي نعمه برضه، ودي نعمه كبيره جدا. انت موجود، ربنا يعني انت في يوم جديد طلع اهو، ربنا مديك فيه فرصه ان انت تعيد حساباتك وتعيد تشوف قربك من ربنا انت فين، وتعيد حساباتك من ظالم مين، جاي على مين، مع ضيع عمرك في ايه. فرصة انت موجود حي، ده دي فرصة ذهبية انت يعني حي اهو، اللي انت الحياة اللي انت ناقم عليها دي، او اللي انت مخنوق من الدنيا وبتاع ومش عارف، ماشي كل ده صح، ظروف وضغط وحاجات وكلام، بس ربنا ادك بقى فرصة تانية ان انت تبقى حي، في غيرك مفتقد الفرصة دي خلاص، بقى في عالم هناك، عالم تاني ما بقاش عنده الفرصة ان انت فيها دلوقتي، ان انت تقدر دلوقتي تقدر تعمل خير، تقدر تراجع نفسك، تقدر تعيد حساباتك. في فرصة ذهبية انت فيها بس انت مش مدركها، لحظة ذهبية اسمها فرصة تانية. فلما تتأمل في كلمة الإمام الغزالي رحمة الله عليه، ان انت من الحمق ان انت تبيع الخلود عشان، ودي تاني وتالت ورابع، مش دعوة ان انت تسيب الدنيا وترمي الدنيا وتترك الدنيا وتقعد بقى بس منقطع مش عارف للعبادة، لا خالص. ما هو طبعا في تاريخ عندنا قصص كتير ان مش دعوة ان انا انقطع للعبادة، القصة المعروفة اخ شغال والتاني منقطع للعبادة. فالافضل اللي بيعمل وبيعبد ربنا، يعني في حياته عمل مع عبادة ربنا. فما ربنا ما بيطلبش منك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يطلب مننا ان احنا نقاطع بس للعبادة، لا، بس في حاجات تخلي بالك منها، خلي بالك منها، مش انقطاع للعبادة، لا. وانت في الحياة وانت بتسعى وبتعمل وبتسوي، خلي بالك ان هي فترة، ما هيش مش زي ما انت متخيلها الخلود والبقاء الابدي، لا لا، فترة اقصر مما تتخيل. فخلي بالك الحقيقة كلها والخلود كله هناك شنا. وتاني وتالت وعاشر وخمستاشر، هي مش دعوة للخمول لا، ده دعوة ان انت تعمل وتسعى وما توقفش. وزي ما كنا ذكرنا قبل كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا قامت الساعة في يد احدكم فسيلة ان استطاع ان يغرسها فليغرسها. ما هي ده دعوة النبي، بيدعوك لايه؟ هل بيدعوك ان انت تفضل تتعبد بس وتنقطع العبادة بس؟ لا، ده دعوة ان انت لاخر نفس، والقيامة بتقوم، يعني ما فيش بعد كده خلاص، القيامة بتقوم يعني خلاص، بتنتهي القصة وبتخلص الحكاية وما عادش فيه. لا، ومع ذلك لو في ايدك حاجة تزرعها ازرعها، اغرسها. هتطلع لمين؟ هتطلع ازاي؟ هتسوي ازاي؟ اعمل. ده دعوة لان انت ما تيأسي وما توقفش، ودايما تواصل حتى اخر لحظة. ونبدأ ونرجع بقى للي بدأنا بيه الكلام، لقصة الفضيل ابن عياض، اللي هو خلي دايما عندك امل في ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما تطرق باب ربنا سبحانه وتعالى ما تتخيلش ان هو هيفتح لك كده من اول وهلة، بس لو ممكن يفتح لك في حاجات تانية، وممكن يفتح لك ابواب تانية، وممكن يرزقك في حاجات تانية. فما تخليش دايما تركيزك في باب واحد هو ده، لو ما جاش يبقى انا ربنا ما فتحليش الاب، لا، خلي دايما عندك يقين كبير جدا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ونشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله، الى اللقاء.